السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخوتي، مرحبا بكم في قصة جديدة ودائما مع عشاق القصص الواقعية. قصتنا اليوم قصة شوية غريبة، وقبل ما نحكيها من فضلكم إلى حداكم شي دراري صغار ما يبقاو جالسين حداكم. نبدأ قصتنا. سارتي ولا سارة بارتمان هي أشهر امرأة إفريقية من قبيلة الخويخوي بجنوب إفريقيا، تعرضت للتعذيب الجسدي وتعذيب نفسي، وتعرضت معارض الحيوان البشرية في أوروبا بسبب أردافها الكبيرة. هذا هو علاش، بسبب أردافها الكبيرة. سارتي تولدت سنة 1789 في جنوب إفريقيا، عاشت يتيمة، والديها توفوا في الحروب الاستعمارية اللي كانت وقتها، واستعبدها واحد الهولندي. باش نكون على علم بأن جنوب إفريقيا تستعمرات من طرف الهولنديين وطرف الإنجليز. المهم سارتي استعبدها واحد هولندي. هذا سارتي إخواني كان عندها ملامح تناسلية، يعني مبالغ فيها كثير، خليقة الله سبحانه وتعالى، ولكن كان ملامح التناسلية ديالها يعني مبالغ فيها، وكانت عندها أرداف كبيرة جدا، وكان الشفاه ديالها كتوصل يعني حتى 3-4 بوصات، وربعة بوصات ما يعادل 10.16 سنتيمتر. المهم بما أن الهولندي هو اللي كان مستعبدها، داها لأوروبا، وتعرضت يعني في عروض غريبة باسم هوتونتون فينوس. هذا اللفظ حاولت نترجمه لأي لغة، ما يعني كيبقى هوتونتون فينوس تيبقى هكاك، ما لا ترجمة لي. المهم تعرضت تحت هذا الاسم، وكان من احد هاد العروض هو يعني كيخليو الدراري الصغار يجلسوا على الارداف ديالها وهي واقفه. تخيلوا الارداف ديالها تجلسوا عليها الاطفال وهي واقفه، ويعني هذا العرض هذا راه لا شيء قدام العروض اللي جايه يعني من بعد. هو يعني تم عرضها 200 مره في يعني في واحد المبنى، في لندن، الاسم ديالو فيبيكا ديري، وهذا الشارع يعني مملوء بالشواد والشادات، يعني النساء والرجال كانوا كيخلصوا الاموال باش يدخلوا يشوفوا سارتي يعني شبه عاريه واللي تلمسوا الارداف ديالها، يعني بشاعه وزائد مخشيه. هي في قفص العلو ديالو متر ونص، يعني مرأة بهذا الحجم ما غاديش تكون القامة ديالها متر ونص، يعني تعذيب جسدي وتعذيب نفسي. وفي عام 1807 يعني في انجلترا كيتعرض على المحكمة الهولندي اللي كان مستعبدها بأنه كيعاملها معاملة يعني حيوان، ولكن في الأخير كيدلي بواحد الوثيقة بإمضاء سارتي وكذلك بشهادتها بانها ما كتعرضش لسوء المعامله من عند هذا الشخص، وهذاك الشيء اللي كديروا يعني من طيب خاطرها. المهم ملي كانت هذه الوثيقه، هذه الوثيقه اصلا يعني تجبرات هي باش تمضيها من طرف السيد العبيد كيف كانوا، والسيد هو الله سبحانه وتعالى، خرجوا وضرت المحكمة يعني باش تخرج لها واحد المبلغ، ولكن تذاك المبلغ يعني كانت تتصرف عليها من عند الهولندي اللي مستعبدها. المهم كيف جا القصة، شرى لها شوية الحوايج يحميوها من البرد، وبقات يعني معاه. وفي سنة 1814 كيتم نقلها لباريس فرنسا، وتم بيع المسمى ريوكس. هذا ريوكس كان عنده يعني معرض الحيوانات، وكذلك عرض سارتي في قفص مع وحيد القرن. كيف كتسمعوا يعني تعرضات حتى هذا هو اللي قلنا يعني معرض الحيوان البشري، شو المعاملة كيف كانوا كيتعاملوا الناس سود البشرة ذاك الوقت مع عند هاد الكفار بالله. وفي سنة 1815 يعني بفرنسا كتصبح سارتي يعني موضوع للبحث العلمي والطب من قبل علماء التشريح وعلماء وظائف الأعضاء. يعني هاد العلماء كلهم كانوا فرنسيين، هما اللي كانوا يعني خداوها بحث تجريبي. شوف يعني الدناءة فين وصلت بهاد الناس،
وراه هادشي مازال لحد الساعة. ومن بعد يعني هاد التجارب اللي داروا تم استنتاجها بأنها حلقة وصل ما بين الإنسان والحيوان. شوفي نقارنوا هاد المرأة سبحان الله، يعني أجهزتها التناسلية المبالغ فيها، هادشي يعني علاش جعلوها حلقة وصل ما بين الإنسان والحيوان. المهم بعد الضغط كله هاد الظروف الإنسانية اللي عاشت هاد ما نقولش مرأة ولكن شابة، لأنها غتوفى وهي مازال شابة. أنا جاي في القصة كيف قلت هاد الظروف الغير ملائمة اضطرت باش تولي مدمنة على الكحول، وحتى العروض اللي كانوا يعني اللي كانت تدير كان اي عرض دائما يعني شبه سكيرة هذوك العروض اللي كدير، ولكن مش من عروض، عروض ترغموا عليها، لان يعني لا قريت القصة ديالها. غادي نقول لك الفيلم يا كاينه شي حاجه ولكن ما كاينش حوايج بزاف. المهم الفيلم ديالها تقدروا تلقاوه على اليوتيوب باسم سارتي بارتمان، يعني راه موجود بالانجليزيه. المهم نرجعوا لقصتنا. بعد ما ولات مدمنه على الكحول، يعني ولات في حاله يرثى لها، اضطرت باش دير حتى الدعاره، يعني باش تعيل نفسها. وصل بها يعني ماشي من عندها حتى الدعار اللي دارت من قبل المستخدم ديالها اللي مخدمها، الفرنسي اللي شراها هو اللي ولات يخدمها حتى في الدعارة. صارت يعني كانت واحد شابة ذكية، يعني سهل تذكر الوجوه، بالإضافة إلى اللغة الأم كانت عندها اللغة الهولندية واللغة الإنجليزية وقليل من اللغة الفرنسية. توفات صارتي عام 1816 عن عمر يناهز 26 سنة، يعني ماتت. شو شحال دوزات هاد الشابة وماتت على 26 سنة، وحتى الموت ديالها مشكوك فيها، يعني ما معروفاش الموت ديالها. تيقولوا ماتت بمرض زهري، هذا المرض يعني اللي تيكون في النصف السفلي للانسان، وكيقولوا يعني ذاك الوقت كان منتشر، ممكن يعني ماتت بهذا. ولكن على حسب انا كيف شفت الفيلم وكيف وهذا البحث اللي درت عليها ولا القصص اللي قريت عليها، على ما كنظن يعني العلماء اللي كانوا واخدينها محل تجارب على ما كنظن هما اللي سلاوا معاها، لان من بعد كياخذوها من بعد ما ماتت كياخذوها كيديروا لها قالب الجبس عليها كلها، يعني خرجوا منها قالب الجبس. تم استئصال الجهاز التناسلي ديالها والدماغ ديالها والدار في قراعي على اساس البحث العلمي الامبريالي، وحطوهم في متحف الانسان في باريس الى حتى سنة 1974، وتوقفوا على العرض ديال هذا يعني جهازها التناسلي ودماغها. هذا هو البحث العلمي وانتم حاطينهم في متحف. كيف قلت في سنة 1974 يعني وقفوا العرض ديالها في المتحف، ولكن الجثة ديالها بقات يعني في فرنسا، وبسبب الاحتجاج الشعبي يعني في جنوب افريقيا كيتم استرداد رفاتها، وكذلك معهم جهازها التناسلي ودماغها اللي كانوا في زجاجتين، يعني كيتم دفنهم معها. وتم تكريمها في 9 غشت من سنة 2002، وهذا 9 غشت هو النهار ولا يوم المرأة في جنوب افريقيا. انتم شفتوا يعني قصة سارتي بارتمان، يعني بسبب العنصرية وبسبب ارضافها الكبيرة فين ويعني وصلوا بها هاد الناس. نطلب من الله تعجبكم هاد القصة وحتى القصة الجاية. استودعكم الله والسلام عليكم.